بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم النهائي شعبة الرياضيات، أقترح عليكم تصحيح الباك 2016. الموضوع الثاني، التمرين الأول. شاهدوا مليح النص من أوله إلى آخره. ربما تلاحظوا الأسئلة مترابطة ما بينها. إذا نشرع في هذا التصحيح كما يلي: أولا، عين العددين الحقيقيين ألفا وبيتا حتى يكون شعاع N ذات الإحداثيات 2 ألفا ونقص بيتا N ناظمين للمستوي A B C. إذا لكن N ناظمي للمستوي A B C، ها هو المستوي. إذا إيش الجدا السلمي A B N مضروب في N يساوي صفر، و AC مضروب في N يساوي صفر. عندنا الإحداثيات لأ و B و C، نحسب الإحداثيات للشعاع AB والإحداثيات لشعاع AC كما تعرفوا. إذن هذا واش نلقاو كي نتأكدوا. إذن AB جدا N شعاع نتلوصو صفر. مدنا معادلة ذات متغيرين أسي إن، مدنا كذلك معادلة نقص 2 زائد بيتا يساوي صفر. إذا من هذه المعادلة الثانية نستخرج بيتا هي 2. بيتا هذه نعوضها لهنا في المعادلة الأولى، تمدنا ألفا تساوي 1. إذا الشعاع الناظمي للمستوي ABC يصبح N ذات الإحداثيات الفاصلة 2 الترتيبة 1 والارتفاع ناقص 2. 1B جد المعادلة الديكارتية للمستوي ABC. نفرض أن M هو ينتمي إلى المستوي ABC ذات الإحداثيات X Y Z. إذن AM جدا N الشعاع الناظمي يساوي صفر. إذن بعد التعويض X ناقص الإحداثيات ل A X Y Z ناقص الإحداثيات ل A 1 0 3 مضروب في N. N نعرفوه بلي 2 1 ناقص 2. واش يمدلنا؟ يمدلنا النهاية كما راكم تشوفوا 2 x زائد y ناقص 2 z زائد 4 يساوي صفر. 2 ألف، تبين أن المستويين P و Q متعامدين. كيف نعرفها؟ نكتب المعادلة للمستوي P والمعادلة للمستوي Q، نستخرج من هاتين المعادلتين. أولا الشعاع الناظمي لي بي والشعاع الناظمي لي كيو، مدنا النتائج. لازم باه يكونوا المستويين بي وكي متعامدان، لازم يكون ان بي جدا ان كيو يساوي صفر. معناه يكون الشعاعان الناظمان متعامدان، NP جدا NQ يساوي صفر. نتأكد من صحة هذا المعادلة، هذا نلقى يلقاو صفر. إذا PQ متعامدان. 2B، أعطي تمثيلا وسيطين للمستقيم دلتا تقاطع المستوى P و Q. إذا تقاطع المستوى P و Q هو مستقيم دلتا كما راكم تشوفوا. نكتبوا المعادلتين هنا، ناقص x ناقص z زائد 2 يساوي صفر لي
للمستوى بي وهذه لمستوي كيو. فوالا نستخرجوا اكس بدلاله زد راهي لهنا ويكراك بدلاله زد ها من هنا ونفرض ان زد تساوي تي واش مدلنا تي نعتبره وسيط اذا تصبح التمثيل الوسيطي لدلتا دلتا هي اكس ناقص تي زائد 2 إيكراك 4 تي ناقص 8 والزاد هي تي. هذه هي بعد التعويض وبعد الاختزال والتقسيم. 2 جيم حسب المسافة بين النقطة دي والمستقيم دلتا. عم نشوفوا شكل النقطة دي والمستقيم يعني النقطة جي. دي جي هي تشكل بالنسبة لدلتا تشكل زاوية قائمة. إذن دي جي والشعاع التوجيه لدلتا هو متعامدان دي جي U صفر. هنا جي هنا جي 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 هي المسقط العمودي للنقطة دي على دلتا. هذه هي إذا نكتبه كما راكم تشوفوا دي جي هام الإحداثية تاعو جي ماشي معروف هذوما الإحداثية تاعو جي اكس جي يغرك جي زد جي نضربوا لهنا هو جداء سلمي نتوصلوا الى النتيجه هذه معادله جديده ولكن اكس جي ويغرك جي وزد جي هما احداثيات لمدام جي ينتمي الى المستقيم دلتا. إذا نعوض إكس راكم تشوفوا بالتمثيل الوسيطي. التمثيل الوسيطي نعوضوا واش يمدلنا كي نعوضوا راكم تشوفوا يمدلنا تي 8 على 3 جي يصبح نقطة جي عند الإحداثيات. إذا ناقص 8 3 تي نعوضها نعوضها ناقص 8 على 3 زائد 8 2 هاي زائد 2 هاي من بعد لهنا 4 تي ناقص 8 هاي 4 تي ناقص 8 4 تي 4 ب 8 32 على 3 ناقص 8 و 8 على 3 تي 8 على بعد ذاك توصلوا الى ناقص 8 زائد 6 على 3 صافي ناقص 2 على 3 32 ناقص 24 على 3 مدلنا 8 على 3 ولهنا 8 على 3 واش ني دي جي شعاع دي جي هو الإحداثيات نتاع جي هاي موجودة لهنا ناقص الإحداثيات للنقطة دي مدلنا ناقص 11 على 3 ناقص 4 على 3 ناقص 5 زائد 5 على 3 دي جي. إذن الطول لدي جي ولا المسافة ما بين دي وجي هي كالتالي جذر لهذا الإحداثيات نتاع دي جي مربع فاصلة مربع الترتيب مربع والارتفاع مربع وصلوا إلى النتيجة دي جي هي 4.24. 3000 معادلة تيكارتية لسطح الكرة S. اكتب معادلة تيكارتية لسطح الكرة S. أولا دي اف مربع اكتب هي
نصف القطرة للكرة لسطح الكرة. إذا DF هي وشن هي؟ هي المسافة ما بين النقطة D هاي و المستوي Q. نطبقوا هذا كوش قلنا في الدرس راكم تشوفوا هاي النقطة دي 3 والربعة والواحد هذو هما الإحداثيات ونطبقوا على كيو كي هي كما تشوفوا ناقص 2 إكس ها كيو هي ناقص 2 إكس ناقص جراك زيد 2 زاد ناقص 4 يساوي 0 كيو إذن ثلاثة ثلاثة لأن ناقص إكراك كات ولنا زيد دو زاد ناقص ربعة ناقص ربعة لهنا ناقص ربعة ناقص ربعة دونك 12 ناقص ربعة ولينا ناقص 3 ناقص 6 ناقص 4 صافي ناقص 10 ناقص 10 ناقص 4 ناقص 14 ناقص 14 زائد 2 صافي ناقص 12 12 على 3 هذيك هي 4 ناقص 4 اذا راكم تشوفوا المعادلة لسطح الكرة إذن هي كالتالي هذو 3 والربعة والواحد هما إحداثيات المركز لسطح الكرة 3 بي طبيعة وعناصر مميزة لقطاع بي اس هي أوميغا وآر أوميغا هي المركز لهذه الدائرة وإذا التقاطع هو دائرة المركز تاعها أوميغا ونصف القطر هو آر صغيرة نعرفوا بلي دي اوميغا على حسب الشكل او دي اوميغا على حسب الشكل هي ت فتحة مضروبة في ان بي ان بي هو شعاع ناظمي لي بي راكم تشوفوا توصلنا تي فتحة واحد مركز دائرة الى ان هنا وفيما يخص ار هاي دي اوميغا مربع زائد ار مربع دي انو كار اي يسمى 16 وبعد الاختزال توصلوا إذا R يساوي 3.74 تقاطع الباقي راكم تشوفوا إذا الدائرة هي راكم تشوفوا دائرة إذا فيها R 3.74 والمركز تاع الدائرة هو 2.40 4 ألف راكم تشوفوا ذاك الحسابات كيف راهي دايره لهنا ندخلوا علاقه شال علاقه شال نستعملوها كما تقدروا لهنا او نتوصلوا اذا ام جي يساوي ام جي فتحه جي وجي فتحه هما عددان نقطتان ثابتتان والمجموعه هي محور للقطاع جي جي فتحه هاي لهنا 4 بي كتابة جي سي بدلة سي اش راكم تشوفوا ولا هنا مادام اش هو مرجح لي اي بي غنكتبوا العلاقة هذه بعد استعمال علاقة شال نتوصل إلى النتيجة سي جي الفا ذاك يساوي سي اش إلى آخره راكم تشوفوا الباقي هلا فوالا